اتشتل امتى كرنب البطه ده يا ابو احمد؟ الخميس ده. الخميس. النهارده الاثنين، يعني ليه حوالي كام يوم؟ النهارده الجمعة والسبت ولحد النهارده الرابع. الرابع النهارده. ما شاء الله تحس الشتلة دقت الحمد لله، وبدأ يعني بدأت تمسك يعني الحمد لله. طب ايه اللي عملته بقى في اللي عملته الشتلة الزرع اللي وريتها لك دي ليها بتاع 11 يوم 12 يوم. زرعها ما مسكش ليه؟ حنبص عليها دلوقتي احنا. المية اخذت فيها يومين. تمام؟ لكن احنا الزرع ده بص حتى خدمة مسددة، الحوض العاشر بعد نسدوه. كلام جميل. آخر ما خلصنا شتلنا الجني فتحنا القناية على الربع صفناه ثاني. صفيتوا المية؟ بعد الشتل؟ أيوه. هبص الثلاث صرايب دي العاليات اللي جوا ناخن ودي ما نخنش. بسط الشتلة دي هنا أحيا من اللي جوا. لأنه هو يقول لك البطة، لكن برضه الزرع يحب إيه؟ يحب الأرض ماسك، ما يحبش الأرض مايعة حواليه. ودلوقتي في نسبة ساقعة تنزل الصبح. هدية تدي دفى للزرع. على رغم الكروم سطحها يعني من السطح السطحيات البارده، لكن هتفرج والله الشتايه دي كان نفر ما عارف يمسكها يوم. صغيره. اربع ايام من هذا سبحان الله ما شاء الله. يعني كده تنصح اي مزارع انه لما يجي يشتل الشتله الميه تبقى على الكد؟ تبقى على الكد، والمسافات تكون واسعه. المسافات هذه اللي شتلها النفر دي لو قلنا واحد يعني هنا المسافات حوالي كام دي؟ 60 ولا كام دي؟ تعال جاي كده احسن من 60. احسن من 60؟ ابو احمد بص اكثر من 60. اكثر من 60 سم يعني دي فدان اربعة تشيل الى 50 55. 55 صينية لل الفدان اربعة. فدان اربعة. الصينية قلنا فيها كم شتلة تقريبا؟ الصينية دي فيها 200 ده عشان الصواني جديدة. يعني حاجة روعة والله. كانت الشتلة صغيرة بس ناشفة. ناشفة. انا في هني تعال كده بخير ماشي معك في صينيه تهالي ما رضيتش ناخذ مني الزر ده، هو الراجل برضه قال ما تاخذش مني هندي. بص هشوف قيمتها قد ايه بس قريه. نظرها يعني هنا تحسها اكبر شويه بس ايه الشتله نفسها قريه بس الشتله تحسها بص هنا وبص هنا. هن حدين هنا هنا الشتله تحسها كده ماسكه نفسها وقويه، هنا الشتله قريه شويه رغم ان حجمها يعتبر اطول أكبر. شويه. هبص شرقي منها وهبص غربي منها تلقى الزرع يعني فرق. بس برضه في البطه بالذات وبالذات في العمر المتاخر ده، هذا يعتبر متاخر ده. يعتبر زرع متاخر ده؟ التافه كلها بيضاء نظرها. طب هو البطه يا ابو احمد يبدا يعني زراعتها من امتى؟ البطه يبتدي من اول 10. من اول 10؟ طب واحنا النهارده في اخر 10؟ اخر 10 30 يوم. طب الزرع اللي ترمى في اول 10 ما تلقاه فرش على الارض. لان البطه سريعه غير البلد برضه. البطه سريع. هو طب كم يوم ان شاء الله ويجمع البطه؟ نفس العمر، بس البطه في ميزه انها تطلع يد واحده. لما يكون مسافاتها واسعه زي كده واخد حقه مش هيخلف كرومبوره. اما الزرع الغزير لازم يخلف، لازم يخلف. وبرضه سوء المعامله في الرش هتخليه يخلف. كرومبه اللي هتصطها حشره تتاخر عشان الزرع ده سريع. تلقاها تقعد وراك. يعني احنا لله الحمد الزرعة اللي كانت جنب البلد عم نول دي هي واللي في المتين فيش رجعناش ورانا على حاجة الحمد لله، كله اتقطع الشوح. طب هو دلوقتي امتى ان شاء الله تروي تاني او في او مش هتروي انت ولا؟ لا تاني ما فيش رواية. فيش رواية تاني؟ دلوقتي حنعملوا له نفس اللي عملناه في القرنبيط هناك. يدوا له جرعة الفلفل دي والجرعة النشط دي. والعسل مع الخميره وياخذ له حبات سوبر وملح يسند عليها كمان. عشان دي اعز قوه شويه ده غير ذاك. يعني حتى ترمي سوبر وتسند عليه. ان شاء الله. طب وهيبقى سنده واحده ولا اكثر من سنده؟ يعني بعد السنده دي تبل باذن الله ان شاء الله. وياخذ سنه الثانيه دي الصوام عليها 20 يوم ولا 25 يوم. وشكرا تلقاه عمل كور على طول ما شاء الله. هذا سريع ان شاء الله حنكون معاك ونتابع معك ان شاء الله. بإذن الله. الله يديك العافيه ابو احمد. الله يخليك. الله يوسع عليك.